نكمل بقى الشهور بتاعتنا. طوبة، خلي الشابة كركوب. طوبة من شيف بيدت العصر المتأخر بقت شيف بوتا، وبعدين بقت طوبة. البعض بيقول إن كلمة شيف بوتا بيكرموها جمال الحنطة، جمال الحنطة، الجمال بتاع الحنطة. يقول لك طوبة تخلي الشابة كركوبة. مشير بقى انمخر صفات المعبود ست. أمشير أبو الزعابيب الكتير. سلام طيبين. برمات بقى ان محطب. اما الحطب الاول اعتبر من قبل العمال بتوع دير المدينه واحد من الارباب، عشان كده العيد بتاعه كان عيد مهم جدا. ونقول بقى ايه في حساباتنا؟ في بريمهات روح الغيط وهات، خلاص المحصول اكتمل. بعديها يجي لي برمودا. برمودا ده جاي لي من رنينوتت ربة الحصاد. برمودا دق العموده، لانه بيبدا عند البرمودا يكتمل عمليه الذبح. الحاجة اللطيفة هنا بقى المصري القديم، المصري القديم وروعته وعبقريته. أنا بختار رينينوتة ربة الحصاد على شكل حية. ما هو الزرع لما بيكتمل إيه اللي بيطلع لي من الأرض؟ بيطلع لي من الأرض شوية حيات صغيرة، فأصبح هنا خوف منها إن أنا كمصري أقول أخلي بالي أبعد عن الحية فأقدسها كنموذج لي ما يمكنه أن يحمي. بعد يجي لي الحصاد باشانس. باشانس من با خنسو، عيد الإله خنسو. بشانس يكنس الارض كنس، خلاص. بقينت بقونه، بقونه الحجر تنشف ميه على شجر، عيد الوادي. بقونه بقينت، لان امون بيطلع من شرق لغرب النيل في عيد الوادي. ابيب المعبوده، ابيب احد معبودات الكرنك. المثل العام يقول ايه؟ في ابيب هتسمع للميه دبيب، لان ميه الفيضان بتبدا. يختم السنه بايه؟ بمصر، ميسيرا ميلاد الشمس. في مصر هتسمع للمية عصرة، الفيضان بدأ وبدأت الحياة عند المصري. الحاجة الأغرب إن المصري من الدولة الوسطى عرف 5 كواكب المشترى، وكتب إن هو حورس الذي يحدد القطرين، المريخ حورس الذي في الأفق، عطارد المعبود المتصل بست، زحل حورس سيد ثور السماء، الزهرة هو الصباح. يعني إذا الدولة الحديثة بقى اجمل مناظر الفلك، عشان كده اللي مننا يحب يروح الدير البحري وهو داخل جنب الكافيتيريا كده بتنزل لتحت، احيانا بيفتحوا مقبره سنموت. في مقبره سنموت مهندس حتشبسوت وصاحب العلاقه، واحد من الشخصيات المحوريه اللي كانت حوالين حتشبسوت. عارفين حتشبسوت كان في الخزانه وكان في بنحسي وكان في سنموت، كان في مجموعه من الاشخاص قريبين منها جدا. لقينا منظر في سقف المقبره بيمثل قمه التطور، 12 دايره، كل دايره 24 وحده او ساعه، تقويم ساعات الليل والنهار من المناظر البديعه. لكن بطلميوس الثالث لما جم البطالمه بعد كده ابتدوا يشتغلوا، وبطلميوس الثالث جه بعد ما ترك كل شيء وعاد لارضاء المصريين. اجتمع الكهنه وقالوا ان من ضمن طلباتهم لبطلميوس الثالث كان طلب مهم جدا سنه 237 قبل الميلاد. لو سمحت يا بطلميوس ثلاثه، احنا بموجب مرسوم كانوب، كانوب اللي هي تل الذهب او المنطقه الجنب، او ومش كانوب اللي هو كانوبوس الملاح، لا دي كانوب دي كلمه مصريه دي اللي هي دلوقتي بو قير، مكان القديس قير 24 كيلو شمال غرب اسكندريه. طلب منه المصريين اصلاح التقويم الشمسي، انه يحط يوم سادس على ايام النسيء الخمسه. ده اللي ارتبط بالكنيسه. وبعد مجمع خلقدونيا الكنيسة قالت هنبدأ هنا التاريخ من 284 ميلاديا او 284، يعني 204 انا 451 قلت ان من 204 من 284، يعني بعد 167 سنة قلت انا هرجع ل 284 اللي بسميه التقويم القبطي او التقويم الكنسي. كنت زي ما قلت لحضراتكم فلاحين المصريين، وبفضل استخدم نفس التعبير اللي قاله الله يرحمه استاذنا العظيم الدكتور عبد الصمد. على فكره احنا تانينا ماشيين بالتقويم ده، تخيلوا لغايه امتى؟ عهد الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل ضغطت عليه شويه الدول الاوروبيه وقالوا له لا معلش استخدم التقويم ما يصطلح تسميته بالتقويم الميلادي. المصريين بجانب التقويم ده، الرومان لما جم صلحوا التقويم اليولياني نصيحة سوسينيجس الفلك السكندري، استخدموا التقويم ده سنة 25 قبل الميلاد. التقويم ده بيبدأش بشهر يناير، أو بدايته ما كانتش تبدأ بشهر يناير. تخيلوا كان بيبدأ بشهر إيه؟ فيديو جاي نقول لكم عليه. نكمل نفس موضوعنا ده الفيديو الجاي إن شاء الله بعد ده مباشرة.
We'll be right back.